اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على ارض مصر وملف جديد هنناقشه مع حضراتكم النهارده. ملفنا خاص بمنظومه التعليم وتطوير هذه المنظومه، وقد ايه هذا التطوير ممكن يساهم ايضا في تطوير الشخصيه المصريه. يسعدنا يكون في ضيافتنا النهارده الاستاذه الدكتوره هاله مبارز، استاذه علم النفس التربوي. برحب بحضرتك واهلا بيكي معانا يا دكتور. اهلا وسهلا. هنتكلم بداية عن تطوير التعليم، منظومة التعليم والاتجاه إلى يعني فتح مجالات جديدة تلائم سوق العمل، رأي حضرتك فيها إيه؟ طالما إن في تطوير يبقى كلمة تطوير يعني في كان كسور وابتدينا نطورها، أو ابتدينا ناخد بالنا إنه في بعض مش هنقول الأخطاء ولكن السهوات أو الوقعات اللي لابد إن احنا نلفت نظر المسؤولين عليها، ونبتدي احنا كمستشارين علم نفس او مستشارين في الحركة التعليمية او بنطور او اللي عندنا خطط ان احنا نبتدي نطور وندفع العجلة للامام، وده هيكون في صالح طبعا اولادنا بان احنا نخلق جيل جديد وجيل واعي فاهم هو رايح فين، عارف ازاي يقرر، عارف ازاي يحدد مستقبله في ظل التكنولوجي وفي ظل كمان التطور اللي احنا فيه عشان يواكب العصر. بالظبط. الخطه دلوقتي طالما ان احنا هنخطط عشان نطور يبقى لازم نبص اول حاجه للمنهج الدراسي. المنهج زمان كان بيبقى فيه حشو زائد، يعني حشو حشو حشو، الطالب بيحط المعلومة ويخرج من الامتحان نسيها لدرجة ان هو ممكن يرمي الكتاب. ابتدينا ان ده يتطور لما دخلنا في الكتاب بعض الصور، الحقنا بيه سي دي، بقت الرؤية مهمة جدا بتدعم النظريات، الطفل ابتدى او الطالب ابتدى يحط في دماغه الرؤية دي او اللي هو الفيديو اللي بيشوفه، حتى لو نسي بعض النظريات بيحاول ان هو يكتبها من عنده، استخدام اكتر من حاسة عنده. بالظبط. يعني مش مجرد حاسة السمع بس عن طريق المدرس، لكن النظر نفسه يقدر هو يسترجع بيه، ودي حاجة مهمة جدا. بالظبط. ابتدينا نطور تاني بعديها بكام سنة ان احنا ناخده للعالم الخارجي. يعني التعليم مش بس ما بين اربع حيطان، ابتدينا نخرج بيه لرحلات ميدانية تدعم المادة، ويبتدي يبص ويشوف ويقرا اكتر ويعمل ريسيرش، ويبتدي هو نفسه يطلق لنفسه العنان انه يتخيل الناس دي كانت بتعمل ايه زمان، ازاي تطوروا، ازاي كان عندهم افكار. يعني احنا حضارة قيمة جدا، وعندنا اللي يخلينا نبقى في المصاف الاول في كل شيء والله. بس ما نوقفش، نبتدي نطور من نفسنا. التطوير ده لازم يبقى فيه ثقافة. صح. الكتاب المدرسي ما بقاش هو الحاجة الوحيدة اللي الطفل بيتثقف منه أو بياخد منه معلومات. في فكرة الرغبة نفسها، يعني انعدام الرغبة في أن الولاد يبقوا حابين يروحوا المدرسة، أن هم حابين الكتاب، حابين التعلم، إزاي أنا أعالج الجزئية دي؟ اولا لازم اللي بيتناول الماده العلميه يبقى هو نفسه عنده ثقافه، محضر نفسه انه يجاوب على كل الاسئله اللي الطالب نفسه يسال عليها او نفسه يعرف او يكون داتا عنها. انا لما احضر مدرس واعي ثقافته عاليه، اديله دورات تدريبيه، ابتدي انمي من قدراته، اوسع من مداركه، اثقفه اكتر، ده هيفيد الطالب عندي. يعني المدرس هو العنصر المهم دلوقتي اللي يخلي فعلا يعني عنصر جذب للطالب، هو من احدى العناصر المهمه لانه يجذب الطالب لتناول الماده العلميه ويحبها، ويبتدي يطور من نفسه أو يبتدي يبحث علشان خاطر يرتقي بمستوى المادة دي. زي التاريخ مثلا، أو حاجة اسمها الدراسات الاجتماعية، فيها تاريخ وفيها جغرافيا وفيها معلومات جامدة جدا جدا جدا. لو أنا اديت للطالب الكتاب وقلت له حضر أو اقرأ، هيقرأ، لكن
ما عندوش الابداع، ما عندوش انا كده قتلت فيه او لجمت فيه الحس الابداعي. لما اديله نشاط ريليتد للماده دي، او اقول له ابحث اكتر واديني معلومات وحضر عن الجزئيه دي، اخده واطلع بيه بره، او هو يطلب من اهله، ما هنا الاهل بقى كمان ليهم دور. انا يا بابا عايز اطلع رحله، انا النهارده الدرس بتاعي عن الاهرامات او عن المتحف. الاب ما يقولوش ما تاخد الدرس الاول، ما المدرسه هتطلعك رحله. ليه هم كلهم ما يطلعوش الرحله دي؟ ليه نقعد في البيت، وليه دايما اروح بس النادي او اروح ازور الاهل؟ ما اعمل يوم في الشهر اشوف ابني بيدرس ايه، واخده افرجه على معالم بلده. لحد دلوقتي في ناس والله بتجهل معالم البلد، تقول لها مثلا ايه ده جامع السلطان قلاوون او السلطان حسين، ده فين ده؟ صح، عند حضرتك حق فعلا للاسف الشديد. طب خلينا نطلع للتقرير ونرجع نكمل، نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا التقرير ونرجع نكمل معاكم على ارض مصر. الحضاره منذ بدايه الخليقه، ولا تقوم حضارة دولة بدون العلم والتعليم، وتتبنى الدولة حاليا استراتيجية قومية لإعادة بناء الإنسان عبر تطوير التعليم وتغيير نظم إعداد المناهج والتدريس والتقييم بهدف مواكبة أحدث البرامج بالعالم للحصول على نواتج علمية تتميز بالإبداع والابتكار. التعليم يعني الدولة، التعليم يعني الاقتصاد، التعليم يعني المستقبل، التعليم يعني الرقي. التعليم له معاني كبيرة، وسيادة الرئيس لا يأل جهدا في تطوير التعليم. أولا تطوير المعلم، المعلم لازم يروح بعثات خارجية يحضر أحدث تطورات التعليم في العالم. ده هو القاطرة اللي بتنتشر الدول للأمام. يعني أي نهضة سواء كان صناعية أو زراعية بيبقى أساسها التعليم، من غير التعليم مفيش نهضة. فالتعليم لازم يكون فيه تطوير. رقم واحد يعني أي دولة عايزة تتقدم لازم تطور التعليم. التعليم من غير تعليم يعني هتبقى دولة همجية. احنا شايفين المجتمع بتاعنا دلوقتي، احنا بدأنا ناخد السلمة نطور شوية في طريقة وأسلوب التعليم المصري. أنا عندي أولاد وربنا يوفقهم طبعًا. اتمنى من ربنا يعني ان نمشي ونطور اكتر ونحسن اكتر. بذلت الدولة مجهودات كبيرة في تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي منذ 2014 على كافة المستويات، كان ابرزها بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية تساهم في بناء الشخصية المصرية، حيث يستعيد أكثر من 9 ملايين تلميذ في الصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي من المناهج المطورة، والتي تساعد الطفل على بناء الشخصية والعمل الجماعي والتعايش مع الآخرين، لأنها تحمل مجموعة من القيم والقضايا والمفاهيم التي يحتاجها الطفل والنشء بشكل عام. كما تعمل المناهج على نقل الطالب من مجرد متلقي للمعلومة إلى التعلم الذاتي والمشاركة الفعالة في التحصيل الدراسي. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا على ارض مصر، ولازلنا مع حضراتكم وملف التعليم. يمكن سوق العمل اختلف دلوقتي يا دكتوره، وسوق العمل بقى فيه يعني مجالات كتيره مختلفه تماما عن كل اللي كنا بنشوفه فيما سبق، وده علشان نقدر نواكب هذا السوق لازم يبقى فيه تغيير ايضا في المناهج. دخل علينا مواد جديده حتى في الجامعات زي الذكاء الاصطناعي، زي البرمجه، زي القرصنه، زي وزي وزي. ازاي نقدر ان احنا بالفعل ان احنا نربط سوق العمل بالمناهج التعليميه؟ دلوقتي زي ما حضرتك قلتي في زي برانشز او فروع او حاجات جديده، مناهج جديده ظهرت. المناهج الجديده اللي ظهرت دي من الحياه نفسها، يعني حاجات احنا بنستعملها او عايزين نعرفها عشان نستعملها عشان نطور من مستوى المعيشة ومستوى الثقافة بتاعتنا. لما اجي انا، احنا كنا بندرس كمبيوتر، لكن في برامج في الكمبيوتر ما كناش عارفينها، ما كناش عارفين نخش ازاي نعمل ايه، ازاي نخش على برنامج معين نقدر نطور بيه
التعامل ما بيننا وما بين أقسام تانية في نفس المجال. يعني مثلا حدي مثال بسيط جدا، لو أنا في مدرسة وما فيش اتصال ما بين القسم ده وإدارة تانية، الميس كوميونيكيشن هيخلق نوع من التباعد وعدم التطوير. مش هعرف مشاكل معينة ومش هقدر أوصل لقصور في إدارات معينة لو أنا ما عرفتش إزاي أوصل لها بطريقة غير طريقة الكلام. أيوه. يعني أنا ما جيش دايركت، خلاص بقى إحنا بطلنا الكلام، بنتعامل دلوقتي بالورقيات، بنتعامل بالإيميل، بنسهل على نفسنا، بننجز، بنعمل لنفسنا تايم مانجمنت علشان خاطر احنا الحياه بقت سريعه، رتمها سريع. اللي مش مواكب لده ومش عندوش الجزئيه دي من التعلم ده هيقف بالظبط وهيعطلني. فدلوقتي مثلا انا عندي برنامج اقدر اخش فيه اعمل جدول للمدرسه كلها. انا احنا بنتكلم بقى على التعليم، فخلينا نتكلم عن المدارس. اقدر اعمل جدول، اقدر بدوسه زرار واحده انقل حصة من هنا الحصة هنا، علشان انا دي مضغوط على الولاد في الحتة دي كده، انا ضغط على المدرس اكتر، الحصة دي لازم تكون في الاول مش في الاخر عشان الولد يبقى لسه منتعش، المدرس يبقى لسه فريش. اكيد. طيب خلينا نتكلم، بما ان حكلمتي على المدرسه وعلى المدرس وعلى الولاد، المنظومه بكل افرعها، يعني واحنا بنعمل التطوير ده ازاي ان انا يعني اخلي الولاد نفسهم يبقى عندهم القدره على الاختيار. يعني في كتير قوي دلوقتي من الولاد او الشباب وخصوصا في سن فتره المراهقه ما عندهمش الهدف، مش يعني زمان كنا نقول ايه لا ده انا عايزه اطلع دكتوره، ده انا عايزه اطلع مهندسه، ده انا عايزه اطلع مذيعه، من واحنا في ابتدائي يعني دلوقتي ما بقوش بيحددوا، مش عارفين. هل القصور في المعرفة ده هل لأن هم ما عندهمش وعي بسوق العمل شكله إيه والتطور اللي حصل في المجالات المختلفة بعمل إزاي، ولا هل هم نفسهم التكوين الذاتي بتاعهم بقى في قصور؟ لا، هي هنا الفكرة إن لازم يبقى عندهم وعي أكتر من كده. يبقى في المدارس والجامعات والبيوت يبقى دايما عندي الاب بيتكلم باستمرار عن المشاريع، مش بيتكلم عن مش لاقي ايه في البلد او ده غلي او ده بتاع، لا سيبنا من السلبيات، تعالوا نتكلم على الايجابيات، تعالوا نشوف المشاريع، خد ابنك واطلع بيه رحله ميدانيه، كلمه على المشاريع بتاعه البلد، ازاي البلد كانت فين وبقت فين، التطوير، اطلع بيه واعمل قياس عن التعليم كان فين وبقى فين دلوقتي، انت عندك دلوقتي كمبيوتر في المدرسه، انت عندك تابلت، انت دلوقتي ما بتستخدمش الكتاب بصوره مستمره، انت علشان خاطر يبقى في مشكلة أو في أي حاجة بتخاطب مدرستك أو بتخاطب إدارة المدرسة أو إدارة الجامعة أو الجامعة بره اللي أنت عايز تروح لها، وبتقول لها أنت عايز إيه، وبتديها إيميلات وبتصور لها ورق وبتعمل سكان وبتعمل كل الكلام ده، بيوفر لك وقت قد إيه عشان بدل ما تروح سفارة وتقف في الطابور زي زمان وتاخد ميعاد وتعمل انترفيو، دلوقتي الكلام ده كله بيتعمل، بيحدد لك ميعاد بتعمل فيه اللي انت عايزه. وانس انك انت خلصت حاجتك على طول بتلاقي نفسك اتحجز لك، بتسافر بتروح وبتيجي في زرار. طب حيث لو نصحتي الولاد دلوقتي تقول لهم ايه المجالات اللي هي المفروض ان هم يفكروا فيها، يعني مش زي ما كنا زمان اللي هي كليات القمه، الموضوع اختلف تماما دلوقتي على حسب قدره الشخص. لن اعيش في جلباب ابي. ارجوكوا يا اهالي بلاش تجبروا الولاد انهم يكملوا المسيره بتاعتكم. الولاد ممكن انا قدراتي مش زي قدره مامتي او بابايا، لا انا قدراتي او وبنتي مش زي قدراتي او فكري، انا بفكر بطريقه بحاول اطور من نفسي، لا سيبي بعض المساحه لابنك وبنتك ان هم يخوضوا التجربه، يقعوا ويقوموا، يختاروا بنفسهم، بس اديهم اطلعيهم على يعني خليهم يبقوا عارفين عن المجال اللي داخلينه ده اكتر. انت عايزه يدخلوا مجال تاني عرفيهم عنه. زي احنا دلوقتي في المدارس بنعمل ايه، بناخد الولاد اللي خلاص قربوا يتخرجوا
بنوديهم الجامعات او بنجيب لهم الجامعات هنا في المدارس يعملوا برزنتيشن، يبتدوا يعرضوا المجال القسم ده بيتكلم عن ايه. مش معنى كلمة بيزنس ان انا هدخل تجارة، لا ده في بيزنس واكاونتنج وفاينانس وكذا حاجة. ده ايه وده ايه وده ايه، وناخدهم للجامعات يدخلوا يحضروا سيشنز ويشوفوا ويعرفوا اكتر وهم يبحثوا بنفسهم ويسألوا علشان خاطر يعرفوا ويختاروا مستقبلهم بنفسهم. قدراتي ايه؟ انا عندي قدرة معينة بس مش عارف انميها. يا مدرس خد بالك من تلميذك، ممكن يبقى حاجة ناجحة جدا في المجتمع لو انت تبنيته ودفعته للامام وما احبطتوش وقويت فيه المهارة بتاعته، هيطلع يلاقي الشغل او هيطلع عارف هيدخل ايه يلاقي شغل. لان احنا عايزين بقى ننهي حتة البطالة دي بقى خالص. البطالة دي بتاخد ولادنا لتفكير سلبي، لجرائم، على طول سلبيات في سلبيات. ونيجي نقول ايه الولد ده طالع كده ازاي؟ لا، خدي بالك يا ام في البيت من اول ما الطفل بيتولد وبيبتدي يكبر بيبتدي يروح المدرسه قدرات ابنك شكلها عامل ازاي؟ نميها. اكيد. استاذه حضرتك نطلع لتقرير تاني، نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا التقرير ونرجع نكمل معاكم على ارض مصر. أساس المجتمعات وتطويرها وتنميتها. بدون تعليم ذو جودة عالية لا يمكن تحقيق تنمية وتطوير في المجتمع، وبدون تطوير وتنمية للمجتمع لا يمكن تحقيق تعليم ذو جودة عالية، لأن التنمية والتطوير تحتاج إلى تعليم جيد، والتعليم الجيد يحتاج إلى إمكانيات مالية وقدرات، والذي لا يمكن توفيرها إلا إذا وجد اقتصاد جيد يستطيع تغطية تكاليف التعليم الجيد. التعليم الفني يكتر على اساس ان بعد ما يخلص يلاقي مجاله، في مجاله الكليات العمليه تزيد، النظر يقل شويه والعمليه تزيد عشان لما يخلص يطلع يشتغل يلاقي شغل، يلاقي شغل في مجاله. التجارب العمليه عامه بس لازم لها لازم تعليم. طبيعي ان انا لما اديله تعليم كويس اكيد انا لما احطه في مكان كويس اكيد هيبدع، واكيد هيبقى مجتهد في المكان اللي انا بحطه فيه، واكيد هيتقن العمل اللي انا حاطه فيه. انا شايف ان هو اساس كل حاجه يعني اهم. والتعليم الفني، التعليم الفني يعني بره حتى في اوروبا الصنايعي يعني بياخد راتب محترم، بيبقى ليه تقدير من المجتمع. في سوق العمل هو اللي بيفرض عليك تربط التعليم بسوق يعني التعليم الفني مثلا لما نطلب مثلا تبريد وتكييف عايزين مهندسين، عايزين بتوع كمبيوترات او مهندسين، لكن هخرج اداب وتربيه اداب وتجاره كتير وما لهمش سوق عمل. ربط التعليم بالعمل لا يحقق فقط تغطيه لاحتياجات سوق العمل فقط، بل سيطور من التعليم وايضا يطور من سوق العمل لتغطيه المستجد منها، وعدم التقوقع في انظمه تعليم قديمه بل ستتطور بتطور سوق العمل. وأهم تلك التطورات هو الاهتمام بإكساب الطلاب المهارات وعدم الاكتفاء بالمعارف والمعلومات. ونقصد هنا وجوبية إدماج التدريب في منظومة التعليم، لما للتدريب من دور كبير في استكمال إيصال ورسوخ المعلومات والمعارف في أذهان الطلاب وربطها بالواقع التطبيقي وعدم حصرها في الجانب النظري منها فقط. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على أرض مصر وملف التعليم. ويمكن من الحاجات المهمة جدا في ملف التعليم بعيدا عن المناهج وبعيدا عن المنظومة التعليمية كأبنية تعليمية وكأساتذة الأهل والأسرة وعلاقتهم بالطالب، مش علاقتهم بالابن، ان هو ده الطالب ازاي ان انا ابنيه بدل ما هده. يعني الام دايما بتعمل مقارنات، ده اخوك اشطر منك، دي بنت خالتك اشطر منك بالظبط، او انت فاشل. دي عايزين نقول ده فاشل، دي انا بسمعها من كيجي. يعني طفل في كيجي قاعده مثلا في مكان والاقي مامته بتذاكر له وتقول له فاشل. فاشل ايه؟ هو بيعمل دكتوراه. فالطفل بيتعود على الكلمه دي.
فيحس انه حتى صحابه يقولوا له لوزر لوزر، ما هو خلاص هو اخذ على انه كده يحبط. كده الاهل بيقتلوا او بيحبطوا ولادهم، بيقتلوا فيهم ملكه الابداع والتطور. يعني تحسي ان الطفل بقى مقهور، يخاف يغلط لحسن يتضرب على طول. لو الام قاعده وعملت ايديها كده يفتكر انه هيتضربه فيبقى مهزوز. ده عمره ما هيبقى ليدر ولا صاحب قرار. تمام. مش هيقدر يبقى حتى صانع لقرار ولا يقدر ياخد قرار في حياته. يعني ده لازم ينتهي من القاموس اللغوي عند الام. الام لازم تحتوي الطفل، تحتوي ابنها لما كمان مش يبقى في المرحله الصغيره وبس، مرحله بقى تكوين الشخصيه هي بتكون له شخصيته، يا اما هتخليه تابع يا اما هتخليه قائد. وبعدين لازم تديله فرصه. انا لما فضلت اتكلم 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 عمري ما هعرف ابني واقف فين. أيوة. فمش هعرف اصاحبه او اتكلم معاه او افيده. صح. لان انا على طول بصوره مستمره فاكره ان انا بنصح. انا بهد مش بنصح. فالام والاب يا ريت يهدوا شويه، يسيبوا ولادهم يختاروا، يحسوهم يهيئوا لهم جو كويس للمذاكره وان هم يطلعوا اسوياء. التعليم هيتاخد هيتاخد بس نفسيا. أكيد أهم حاجة النفسية، نفسيا يبقى أحسن. أشكر حضرتك جدا يا دكتورة. بتوجه بالشكر مشاهدينا أستاذة الدكتورة هالة مبارز أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لحضرتك. أهلا بيك. مرسي. أشكرك. بشكركم. إن شاء الله بكرة لقاء جديد وملف جديد نناقشه معاكم على أرض مصر.